النشرة الاقتصادية من القدس .com. أهلا بكم. كشف مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حناش أن الفلسطينيين ينفقون سنويا ما مجموعه ملياري شيكل على السجائر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال حناش خلال لقاء مع صحفيين أمس الأربعاء إن حصة الخزينة تبلغ 83% من السعر النهائي لعلبة السجائر. قال ممثل البنك الدولي أودو كوك أن المعطيات الاقتصادية في فلسطين لا تبعث على التفاؤل، والنقطة الأهم بالنظر للمستقبل يحددها مستقبل العملية السياسية. وأشار إلى أن البنك الدولي متشائم إزاء الوضع في الضفة وغزة، ونسب النمو للعام الماضي بلغت 2.5%، ونفس النسب ستستمر في العام الجاري. ذكرت شركة الطيران الملكية الأردنية مؤخراً أنها منيت بخسائر في العام الماضي قدرت بنحو 39 مليون دينار، وعزت الشركة في إفصاح لها نشر بموقع بورصة عمان هذه الخسائر إلى الظروف السياسية التي تشوب المنطقة وخصوصاً الأزمة السورية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود. سجلت اليابان عجزاً تجارياً قياسياً في الشهر الماضي مع تسبب ضعف الين في ارتفاع تكلفة الواردات وفشله في إحداث زيادة كبيرة في الصادرات. وأشارت بيانات من وزارة المالية نشرت اليوم الخميس إلى أن الصادرات زادت بنسبة 9% الشهر الماضي، لكن الأثر الإيجابي لضعف الين في زيادة الشحنات إلى الخارج غطت عليه زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.